السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں توبہ کی دعائیں سیکھیں گے. سب سے پہلے قرآنی دعائیں. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا. رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وأنت خير الراحمين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. مسنون دعائیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو اللہ کی حضور توبہ کیا کرو، میں دن میں 100 مرتبہ اس کے حضور توبہ کرتا ہوں. رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واهد قلبي واسلل سحيمة صدري. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي.
من عملي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وأوله وآخرة وعلانيه وسره، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. آج کے لیے اتنے ہی، اللہ حافظ.